هناك من يفسر فاطمة وفق رأيه وظنونه السيء فيسيء وينشر ويؤذي ولكن ما دورك أنت يا صاحب الهوى؟ نعم التجاوز والمضى أيضا إهانة وكذلك تواجب لذلك لا بد أن تكون واضحا في جميع تصرفاتك صريحا ومباشرا في كل تجاوز وضح لكل إنسان مقامه لكي لا يتعدى عليك ولا يؤذيك بظنونه وقلبه الأسود وأفكاره التي لا وجود لها سوى في عقله.